يعطيكم العافية يا تامن. اليوم نبلش بالدرس الأول من الوحدة الجديدة اللي هو برنامج السكراتش. طبعاً يا مس، السكراتش لغة برمجة جديدة بتساعد بإنشاء الرسوم المتحركة. يعني لما حدا يحكي لك سكراتش بدك تربطها بمشاريع رسوم متحركة بألعاب وقصص تعليمية. طبعاً تقدر تحمل البرنامج عن طريق الموقع الموجود الإلكتروني هون. هلأ ميزات برنامج السكراتش إنه بنشئ برامج بتتحكم بالرسوم والصور والصوتيات، بدمجها معاً من خلال هذا البرنامج. بنشئ مقاطع برمجية ببساطة بطريقة بنشئ هاي المقاطع بطريقة البزل، عن يعني مثل لعبة الأحجية البزل زي. أكيد بتعرفوها. برسل المشاريع وبستقبلها عن طريق الإنترنت، وممكن إنه أنا يا مس كمان أعيد تجربة، يعني يكون في عندي مشروع لشخص قبل أروح أنا أعدل وأستخدم صور ومقاطع برمجية. كيف أنا بشغل برنامج السكراتش؟ طبعاً مثل أي برنامج موجود على جهازك، Start All Program من زر ابدأ، بختار All Programs كافة البرامج، بعدين بختار مجلد السكراتش، بروح على مجلد اسمه سكراتش بيكون باللغة الإنجليزية، وبختار برنامج السكراتش. بس أختار، وطبعاً يا مس هاي الشاشة الرئيسية لبرنامج السكراتش هاي عندي. طبعا اول ما تظهر الشاشة الرئيسية راح يظهر لي عندي هر السكراتش، وهو اهم اشي ببرنامج السكراتش ومن المكونات الرئيسية للمشروع، انه انا اول ما افتح برنامج السكراتش بيظهر لي كائن افتراضي بحكي له هر السكراتش اللي هلأ حكيت لكم عنه. ممكن من خلال المشروع أضيف صور ورسومات أخرى وكائنات أخرى، بتعطي طبعاً مظهر مختلف وبتوجه الأوامر بالتحرك. طبعاً أنت بتقدر هاي الكائنات توجه إلها أوامر بالتحرك أو العزف في الموسيقى أو الاستجابة لكائنات أخرى. تظهر هاي الأوامر هاي بتظهر على شكل لبنات رسومية بلوك. هاي هاي يا مس، هاي الأوهاي بحكي لها لبنات. هاي اللبنات عبارة عن أوامر أنا بحطها، بمسك اللبنة هون وبحطه هون، مثلا إنه الهير يركض لمدة على مثال لخمس دقائق، هذا أمر أعطيته لهير استكراش، فهير استكراش رح يركض عندي لمدة خمس دقائق. فاللبنات عبارة عن أوامر، كل لبنة أمر. هسا تسمى الملفات التي تنشأ باستخدام سكراتش المشاريع، وبتألف المشروع من عناصر قابلة للبرمجة مثل صور ورسوم تدعى كائنات. هلأ لتوجيه الكائن لتنفيذ مجموعة أوامر، بيتعين تجميع هذه الأوامر اللبنات الرسومية في كدسات. يعني يا مس شو الكدسات؟ لما أنا أمسك جميع هاي الأوامر اللبنات وأحطهم تحت بعض أجمعهم بحكي لها كدسات عشان أشكل مقاطع برمجية. هاي اللبنات بتنفذ الأوامر من أول من قمة الكدسة حتى نهايتها على نحو متسلسل. شفتوا لما هون جمعنا الأوامر، هاي اللبنات مفككة بتكون كل واحد بتحتوي على أمر، لما جمعتها تحت بعض صار اسمها كدسة. طبعا هاي قمة الكدسة اللي هو أول أمر بحكي له قمة الكدسة. مثال مجموعة لبنات متفرقة، طلع مثلا هون هاي لبنات متفرقة موجود فيها، هاي يا مس موجود فيها كل أمر، موجود فيها موجود فيها أوامر. طبعا حطناهم هايهم تحت بعض هاي الأوامر. طبعا لما أنا أجمعهم بكدسة واحدة بتشكل عندي مقطع برمجي بيجعل الحاسوب بيغير مظهر هير السكراتش
بحركم بمقدار 10 خطوات زي ما أنا قلت لكم. هاي أعطاني أمر إنه يحرك هير استكراتش 10 خطوات. اللغات اللي بتعامل معها السكراتش بنقر على أداة اللغة من شريط الأدوات طبعا بالبرنامج، بيظهر لي لائحة متوفرة باللغات وبختار اللغة المطلوبة. إغلاق برنامج السكراتش كيف بغلقه؟ طبعا من زر إكس الموجود عندي فوق، وبعمل want to quit scratch now، إنه أنت بدك تطلع من البرنامج الآن، بتعطيه أمر ياس عشان يغلق العملية. وهيك يا مس خلصنا الدرس. بتمنى تحلوا أسئلة الدرس على الدفتر، ويعطيكم العافية.